السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في هذه التغطية. رغم دخول مذكرة الاتفاق الموقعة مع أنقرة شهرها الثاني، ورغم رؤية أثارها الجدلية السياسية الكبيرة منذ يومها الأول، إلا أن آثارها على الأرض لا تزال منعدمة، ولا زال أبطال بركان الغضب يواجهون لوحدهم ملل الكفر من الروس البلاحدة الفاغنر والفرنسيين وغيرهم من الجنجويد والإمارات ومصر والتشاد. فهل يكون حظ حكومة الوفاق من أردوغان هو التصريحات النارية والوعود الحالمة دون أن يكون لها ترجمة واقعية على الأرض؟ أم إن أردوغان يواصل سيل تصريحاته إشارة منه للمجلس الرئاسي ليتخذ موقفا حازما شجاعا لا يبالي فيه برأي الحكومات الغربية؟ وهل ترتقي مساعي الطرفين في إنجاز الاتفاقية إلى حجم التضحيات التي يبذلها الرجال في الميدان؟ وما دلالة زيارة الوفد التركي لموسكو؟ هل سينجح أردوغان في استمالة روسيا للتخلي عن حفتر؟ هذه الأسئلة وغيرها نتابع الإجابة عنها رفقة ضيفي الكريمين، الأستاذ علي اللافي محلل سياسي ومهتم بشأن إفريقيا عبر الهاتف، وكذلك عبر الهاتف الدكتور محمود عبد العزيز عضو المؤتمر الوطني. أرحب بكما ضيفي الكريمان. أبدأ بك أستاذ علي بعد الترحيب بك، كيف تابعت اليوم زيارة الرئيس التركي لتونس ولقائه بنظيره الرئيس التونسي سعيد على خلفية الأزمة في ليبيا؟ هل تعتقد بأن تونس يمكنها أن تساهم في حل الأزمة؟ تونس دولة من دول الجوار وتمتاز بأنها دولة لا مطمح مباشر لها في ليبيا، وبالتالي فهي تعتبر أنه ليبيا عمق استراتيجي لها، وتعتبر نفسها عمق استراتيجي للليبيين بكل أطيافهم، وتعتبر تونس أن لابد من حل الإشكال. وبالتالي فالرئيس التركي أعتقد أنه اعتمد الاستراتيجية التالية، هو يعرف أنه سيلتقي نظيره الروسي الأسبوع القادم، ويعرف أن تركيا قد غابت على المنطقة أكثر من 7 أو 8 عقود، وبالتالي هو يعرف أن الحل أن التدخل التركي لا يمكن أن يكون بشكل مباشر على كل المستويات، وبالتالي فهو استبق استثناء تونس والجزائر والمغرب من حضور مؤتمر برلين، واقترح على الرئيس الروسي حضور التونسيين والجزائريين، وبالتالي فالرئيس التركي يعتمد استراتيجية التمهيد وما يسمى بالأدوار الوظيفية غير المباشرة لاستراتيجيته، وبالتالي هو يريد أن يذهب بالملف الليبي إلى اتجاهين، أولهما سياسي بما يعني لعب دور تحويل الملف الليبي إلى ما يسمى مشاورات سياسية متواصلة على غرار مشاورات أستانا في الملف السوري، والجانب الثاني يعتقد أنه يقيم الحج على كل الأطراف غير الشرعية والمعتدية في المحور الثاني، يعني المحور السعودي مصر الإماراتي، وبالتالي فهو يقطع خطوات تمهيدية وإقامة الحجة قبل الدخول في المعركة إلى ما دخلها الطرف الثاني في المحور الثاني. ولذلك كان التصريح واضح أن حفتر غير شرعي، وأن مساعدته لحكومة الوفاق سيكون وفقا لطلبها وليس مجرد تصريحات. الرجل يعتمد استراتيجية ذكية وسريعة، والدليل أنه لقائه بالمجلس الرئاسي عظمه أحد أعضاء المجلس الرئاسي والرئيس قيس سعيد كان مفاجئا ولم يعلن في الأعلام. نعم. طيب سيد علي، يعني تونس والجزائر هل في نظر العالم أو المجتمع الدولي هل تشكلان ثقلا حتى إنها يمكن أن تؤثر في سير المفاوضات في برلين في مؤتمر برلين؟ لا، هو ثابت أنه الأطماع في ليبيا تركز على رافدين أساسيين. الرافد الأول هو المرور بيوصل للعمق الإفريقي. نعم. والمرور للعمق الإفريقي رغم الموقع الليبي الممتاز للمرور لهذا العمق، فإنه الجزائر تمثل فيه مثلث ثاني، بالتالي لا يمكن الجزائر وليبيا هما الدولتين المحورتين في ما يسمى بدول الساحل والصحراء. نعم. والرافد الثاني هو ملف التنمية أو الثروات في حوضين لوتي وغدامس وجبل غريان، وبالتالي التونسيين سيكون أكبر المستفيدين من إعادة إعمار ليبيا وإعادة البناء، وبالتالي فالغرب يعرف أن مصالحها تمر حتما عبر الجزائر وليبيا، باعتبار الجزائر تشترك مع ليبيا في 1000 كيلومترات الحدودية، وبالتالي فإن الروس ولا أتراك والأمريكيين والفرنسيين
وكل الأطراف الدولية تعرف أنه لا يمكن التخلي عن الجزائر كبلد مهم في العملية، وتونس أيضا بلد مهم سياسيا لورص بشري عديد وكفاءات ورؤية منها كل منها متلاصقة مع ليبيا، وبالتالي حتى الحوارات يمكن أن تجرى ليلا في العاصمة التونسية في حين يعود المسؤول الدولون إلى مكاتبهم من الغد عمل، وبالتالي لا يمكن التخلي هكذا بسهولة على مربعي تونس والجزائر في حال حالة الملف ليبيا. ولذلك أعتقد أن الرئيس التركي وعى بهذا واعتمد هذه الاستراتيجية التحضيرية والتقريبية وإقامة ما يسمى بإقامة الحجة على بقية الأطراف. نعم طيب دكتور محمود، يعني على ذكر التواصل التركي الروسي، صدر بيان لعله بالأمس أو الأمس من الخارجية الروسية بحسب ما نقلت روسيا اليوم، تقول بأن روسيا وتركيا اتفقتا على مواصلة الاتصالات بشأن تسوية الأزمة في ليبيا. ماذا يعني هذا البيان؟ ألو؟ نعم نعم دكتور محمود معك، تفضلت على الهواء. نعم تحية مسائية لك أخي الدكتور فوزي وضيوفك ومشاهديك الكرام. أهلا وسهلا. لا شك أن الحقيقة تواجد القوات فاغنر أمر مزعج لكل المهتمين بالملف الليبي. نعم. وأنا أتحدث من موسكو دكتور فوزي، أستطيع أن أقول أن كل المسؤولين الروس والشخصيات العامة الذين قابلتهم والأصدقانا ومن لنا بهم علاقة، الجميع يقولون أن موقفنا الرسمي هو الحياد في أحسن صورة. نعم. إن لم يكن داعم لحكومة الوفاق. نعم. هذه العصابات عصابات فاغنر لم يعترف بها أحد، ويقولون نحن لا تمثلنا ولا تمثل الروس. الروس أخي في المطلق هم متحللين من العقدة الاستعمارية، ولا توجد لديهم هذه العقد مثل الفرنسيين والإنجليز والأمريكان وغيرهم، لكن نحن نعاني من بطء في دبلوماسيتنا دكتور فوزي وانت سيد العارفين، ولكن التحرك الأخير لتركيا أحدث حراك إيجابي جدا جدا هنا في الأوساط الروسية، والجميع ينتظر. لا أدري إذا كان عندكم علم بأنه التقى بوغدانوف نائب رئيس ونائب وزير الخارجية الروسي. نعم. مع نائب وزير الخارجية التركي قبل يومين، والذي صدر هذا التصريح اللي تفضلت به حضرتك. نعم. والجميع ينتظر، الجميع ينتظر يوم 8 يناير لقاء القمة بين الرئيس بوتين والرئيس أردوغان. نعم. للتفاهمات الأخيرة حول الملف الليبي. نعم. نحن نأمل، وصلتنا بعض الأخبار الغير مؤكدة أنه بدأ شبه تقليص أو انسحاب لبعض الأعداد أو للعصابات فاغنر. نعم. ولكن إلى حد الآن الجميع ينتظر ويؤكد أن القمة الثنائية بين الرئيسين التي من المحتمل أن تعقد في اسطنبول كما بلغني قبل قليل، أو أنها في سوتشي في جنوب روسيا. سوف تحدد هذا مصير التدخل الروسي. تركيا أعطت ضمانات لروسيا بأنها ستكون ضامنة للمصالح الاقتصادية، وأنها ستكون ضامنة للعقود الروسية القديمة التي للأسف لم يستطع أحد طيلة الثلاث سنوات الماضية من حكومة الوفاق والمجلس الرئاسي رغم زيارات متكررة لبعض الوزراء ولنائب السيد السراج، لكن للأسف الشديد. أخي فقط هنا أريد أن أنبه على قضية مهمة جدا، وهي أن يجب أن نتحرك بطريقة صحيحة جدا. نعم. هنا يجب بناء علاقة صحيحة، وأنا يعني صحيحة بالمعنى الهيلثي ريليشنشيب. نعم. يعني علاقة صحيحة بين البلدين بتواصل مستمر. للأسف إهمال روسيا من قبل المجلس الرئاسي، لأن مجلس غير منتخب وأتى عن طريق اتفاق دولي، وروسيا عضو في مجلس الأمن عضو دائم، شعروا بإهمال المجلس الرئاسي لهم، وبالتالي كانت حركتهم سلبية. نعم. أو في أغلب الأحيان عدم اكتراث.
وبالتالي أنا أدعو الحقيقة السيد السراج ومن معه، نحن دكتور فوزي تعلم أننا معارضين لاتفاق الصخيرات، ولكن الآن الدم الليبي يسيل ونحن جميعا في خندق واحد، ولذا نقول يجب على المجلس الرئاسي الاهتمام بالملف الروسي. الآن نأمل أن تحل عصابات فاغنر في أسرع وقت، ولكن إهمال إذا أهمل الملف مجددا سنضطر إلى 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 أو سنواجه مشاكل أخرى مع لاعب رئيسي في الساحة الدولية اللي هي روسيا الاتحادية. طيب ابقى معي دكتور محمود، أعود إليك سيد علي. يعني الرئيس أردوغان يصرح اليوم من تونس بأن حفتر هكذا باللفظ غير معترفين به شرعيا، أما حكومة الوفاق فهي الحكومة المعترف بها دوليا. برأيك ما قيمة مثل هذه التصريحات في نظرك؟ لا يخشى أن يكون دور أردوغان في ليبيا محصورا في التصريحات الرنانة ومقيدا بمصالح علاقاته مع روسيا؟ لا شوف، ما التعليق على مصالح الدول واستراتيجياتها لا يكون بأن هذا مجرد خطاب. الدول لا تروج خطاب، الدول تبحث عن مصالح. الدول مصالحها متغيرة، كما قالت شركة يوما ليس هناك أصدقاء دائمين بل هناك مصالح دائمة. الأتراك غابوا عن المنطقة لعدة عقود، هذا مفهوم. الأتراك لا يستطيعون التواجد في المنطقة بدون مبررات جيوسياسية توافق عليه الأمم المتحدة وأبجديات التحركات الدولية بين الدول وعلى العلاقات الإقليمية والدولية. الجانب الثاني، السيد أردوغان يعرف جيدا وأنه موجود في محور، هذا المحور القطري التركي يقابله محور ثاني، وبالتالي عندما يتكلم فهو يتكلم بناء على أسس قائمة وهي الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة وما يتعارف عليه دوليا، حتى لا يضع نفسه في فضاءات العراء. وبالتالي قوله أن حكومة الوفاق هي الطرف المعترف به دوليا وأن حفتر غير شرعي، هذه حقيقة. المجتمع الدولي الآن حتى الذين يساندون حفتر، بعض من السياسيين الإيطاليين والفرنسيين وبعض من النظام الروسي ولا وبعض من الإدارة، من جزء من الإدارات من بين الإدارات من الجامعة الأمريكية، يعرفون هم مساندون لحفتر، ولكن يعرفون جيدا أنه يحارب حكومة شرعية معترف بها دوليا ولا يمكن. طيب سيد علي، عذر عن مقاطعة لعلي، سامحني عن مقاطعة، لكن ما الذي جنته حكومة الوفاق بما يسمى الشرعية الدولية؟ يعني وما الذي تضرر منه حفتر بعدم اكتسابه هذه الشرعية، حيث هو يتلقى الدعم المباشر والمفضوح من كثير من الدول، حتى من الدول العظمى مثل فرنسا وروسيا وأمريكا، بينما حكومة الوفاق تخشى حتى الحزم في عقد هذه الاتفاقية مع تركيا؟ لا شوف، في العلوم السياسية وفي الرياضيات أيضا عندما نغير الفضاء تتغير المعطيات وتتغير المفردات. نحن نتحدث عن في السياسة، وفي السياسة ليست عواقف، السياسة هي موازين قوى والسياسة هي أبجديات. هناك جزئين، هناك المنطق العسكري، منطق من ينتصر، هذا يقتصر، هناك محور إقليمي، كل محور إقليمي وراء قوى دولية تسله، وهناك بعض القوى الدولية تقف على نفس المسافات، على غرار بريطانيا أو أمريكا وغيرها التي تنظر إلى الأدوار على مستوى تفاعل، بما يعني من ينتصر هو القوي. وهناك مربع ثاني وهو ما يسمى بمربع الإنفاق، يعني هو المربع الأممي والدولي، لا يستطيع أي كان أن يتحدى المجتمع الدولي أو أن يسيء الأمم المتحدة وقراراتها ومنظراتها. لكن على مستوى الأرض هناك أطراف دولية وإقليمية تسند حفتر. الإماراتيين والمصريين والروس والفرنسيين موجودون منذ 4 سنوات منذ معارك بنغازي. ولكن هناك أيضا مربع المجتمع الدولي، هذا المجتمع الدولي كما قال القذافي يوما هو مجتمع يكيل بالمكيالين، بما يعني إذا ما تحرك أردوغان خارج مربعات المجتمع الدولي والمنتظم الأممي ستوجه كل السئام، والسيد أردوغان يعرف هذا جيدا، وبالتالي
هو يتحرك بناء على استراتيجية تراكم، بمعنى يتحرك نحو تونس نحو الجداف، يلاقي الروس، يتفق مع الروس، ثم يتحرك إلى المربعات. ولا تنسى أن السيد أردوغان أيضا قبل أن يدخل في هذا بهذه اللعبة، لعبة الروس ولعبة التوازنات ولعبة التمهيد، كان قد التقى ترامب في قمة العشرين في 28 يونيو بعد افتكاك غريان، وأيضا كان هناك قمة أمريكية في 15 نوفمبر تماهت، أو بالأحرى تماماً كانت في نفس الوقت زيارة للسيد سيالة والسيد ابتغى إلى الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. وبالتالي السياسة الأمريكية تقوم على المصالح، تقوم على أبجديات معينة يجب احترامها، ولكن والسياسة أيضا ليست عواطف فقط بقدر هي موازين قوى. نعم. يستطيع أي كان أن يتحدى كل المجتمع الدولي. نعم. ويقول أنه أن هذا المجتمع هو محافظة أو ما هو ضد ضد حافظة. طيب طيب دكتور محمود، يعني ما زلنا في روسيا وتركيا. الرئيس الروسي بوتين صرح في اليومين الماضيين بأنه يتواصل مع حكومة الوفاق ويتواصل في الوقت ذاته مع مجرم الحرب حفتر، يقول وهو لا يعرف الحق مع من حسب تعبيره. هل نفهم من هذا التصريح بأن هناك تغيرا لسياسة روسيا تجاه ليبيا؟ شكرا، هذا سؤال مهم جدا دكتور فوزي. نعم، تصريح السيد بوتين الرئيس الروسي يعتبر خطوة إلى الخلف، والإيماء لمن يفهم الإيماءات السياسية أننا نقف على مسافة واحدة من الجميع، وأن عصابات فاغنر لا تتبعنا بشكل رسمي. وأنا سمعت هذا الكلام شخصيا من العديد من الأطراف الروسية، ولكن طبعا غير مقنع بالنسبة لي، وأنا قلتها مباشرة وقالها غيري أن هذا غير مقنع. لكن أنه يصرح السيد الكرملين بهذا الكلام، هذا يعني أن روسيا أخذت خطوة إلى الخلف، وبإمكانها أن تلعب دور إيجابي وأن تستمع للناصحين لها بأن يحققوا مصالحهم في ليبيا دون اللجوء إلى هذه الطرق التي تعقد من الوضع الليبي والتي تزيد من الأزمة في ليبيا، والتي للأسف أنا أقولها وبملء فيه كما الدكتور فوزي أن سيعودون في توابيت إلى بيوتهم. يعني نحن ليبيا ليست نزهة لهم، وليبيا ليست لم يستقبلهم ثوار 17 من فبراير والذين يدافعون عن دولتهم المدنية وعن مستقبل أولادهم وأحفادهم بالورود. لا. هذا الكلام واضح ووصلهم بشكل أوضح. وأيضا للأمانة ما قاله الأتراك لهم أننا مستمرون في دعم حكومة الوفاق، دعم الدولة المدنية ودعم الحل السلمي في ليبيا بكل الطرق، وليبيا لن تعود إلى العسكرتارية. أيضا للأسف الشديد هنا يجب أن نذكر بشيء، أن موقف سلبي لبعض الليبيين يعني للأسف وصلنا إلى درجة دكتور فوزي أنه الليبي يتكلم بطريقة يعني يدعو إلى قتل الليبي الآخر ويستقوي بالآخر على أخيه الليبي. يعني هذه قمة حقيقة الندالة وقمة الانعدام الأخلاق، وأنا أقولها يعني كل الذين جاءوا وتكلموا بهذه اللغة لم يلاقوا أي احترام، وإن كانوا ممكن تجاوبوا معهم دبلوماسيا أو لكن لم يلاقوا أي احترام في داخل. وبالتالي هذه رسالة من السيد بوتين، عودة إلى سؤالك، واضحة جدا أننا سنمضي مع شركائنا اللي هم الأتراك تحديدا بالتشاور مع الإيطاليين، أيضا بالتشاور مع الألمان. نحن نعلم أن شركة غازبروم وقعت مع فينترشال الألمانية اتفاق للتعاون في ليبيا. المؤسسة الوطنية للنفط دارت خطوة مهمة جدا، وهي دعوة تات نفط للرجوع إلى منطقها منطقة استكشافها في حوض غدامس. نعم. وأنا أدعو حقيقة من خلال قناة التناصح، قناة الثورة وكلمة الحق، المجلس الرئاسي ومن يستمع إلينا ومن يستطيع أن يسمع صوتنا للمجلس الرئاسي أن يتخذوا خطوات صحيحة في بناء علاقات مع روسيا، لأن الآن الوضع ملائم جدا 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 لبناء هذه العلاقة. نعم. ولكن يجب أن نكون أذكياء وأن نتحرك بصورة صحيحة
في اتجاه هذه الدولة المهمة العضو الدائم في مجلس الأمن. نعم أستاذ علي، يعني على ذكر إيطاليا التي ذكرها قبل قليل السيد الدكتور محمود، وزير خارجية إيطاليا عندما زار السراج حسب ما تسرب طلب منه بإلغاء الاتفاقية مع تركيا، الاتفاقية البحرية على الأقل، وفي مقابل أن تتعهد إيطاليا بإرجاع حفتر لمائدة المفاوضات. ما تعليقك على هذا؟ أول، السياسة الإيطالية فيها نوع من التقديم ثم التأخير والتراجع عن بعض الخطوات وتبني أوراق والتخلي عن أخرى. نعم. إنتاج تضارب ما يسمى بالسياسة الداخلية، بما يعني أن يحكم الليبراليين أو أن يحكم أقصى اليمين. نعم. هذا وضع معروف، لأنه حزب الخمس نجوم وحلفاء. نعم في رؤيتهم للسياسة الخارجية. نعم. ولكن أيضا ما ثبت بالنسبة لي من خلال رؤية الأشياء هو أن الإيطاليين فعلا متحصلين على بعض الجزئيات، ولكنهم لم يطلبوا من حكومة الوفاق إلغاء الاتفاقية. والإيطاليين أصلا الآن يقفون على نفس الميثاق باعتبارهم يقومون عمليا بدور وظيفي للولايات المتحدة الأمريكية. فهم متماهين ومنفذين للسياسات الأمريكية في المنطقة، وبالتالي هذا هو نفس الموقف الأمريكي، يعني ينظر إلى الاتفاقية بتحفظ، في نفس الوقت أعطي الضوء الأخضر للسراج بإمضائها، والسراج لم يمضي الاتفاقية يوم الأربعاء 27 إلا بعد أن لاقى الأمريكيين في مساء الليلة السابقة في المنامة، يعني في البحرين. وهنا الأمريكي الذي قابل بعد يوم واحد أو بعد ساعات حفتر في العاصمة الأردنية عمان. نعم. وبالتالي الموضوع لا ينظر إليه بمنطقة هو الانزعاج والتخوف من أن يتحول اللعب التركي. ولا تنسى أن الأتراك أيضا يبحثون عن مصالحهم. أكيد. وبالتالي نعم. فالأتراك يجدون للحد من الحضور الكبير معناها في القارة الإفريقية، وأيضا لمحاصرة الأوروبيين، فهذه سياسة أمريكية أيضا. نعم. هو أن الحضور التركي سيمثل ثقلا نوعا ما ومحاصرة لأدوار من الدول الأوروبية، بما يعني ألمانيا وإيطاليا وفرنسا داخل الجزء الجنوبي من المتوسط. وبالتالي فالسياسة الدولية هي أوراق متداخلة متقاطعة، ويجب طرح أسئلة: أين يلتقي الأمريكان وأين يتقاطعون مع الروس؟ لأن ملعبه الروس في سوريا لم يكن كلهم مساحات فارغة، كان بالضوء أخضر أمريكي. وأين تلتقي السياسة الأمريكية مع السياسة الفرنسية معناها خاصة في شمال إفريقيا؟ وأيضا هي السياسة التركية في هذه المنطقة. نعم. طيب، هذه قوة دولية تفرعها على الليبيين، يجب أن يكونوا براغماتيين هذا من الجميع للوصول إلى بناء دولة مدنية مستقرة قادرة على أن تستثمر ثرواتها الهائلة والنادرة، وأن تستفيد من موقعها الإفريقي لتكون دولة قوية مجأمنها، ويقع بناء دولة قوية وديمقراطية. على الليبيين أن يكونوا براغماتيين مثل ما كان الملك إدريس الحوثي براغماتيا سنترى عندما تحصل الاستقلال في 24 ديسمبر 52، لأن الدول يوم ذلك كانت متصارعة. الأمريكان كانوا موجودين في سواحل المتوسط، وكان الفرنسيون في المغرب، وكان الفرنسيون في الجنوب، وكانت إيطاليا في طرابلس الغرب، وكان العثمانيون متعثرين في هذا إنديا. نعم. معناها أن الخلافة. نعم. طيب أستأذنكم ضيوفي الكرام، وأستأذنكم أيها الأفاضل المشاهدون في الخروج إلى فاصل، ثم نواصل إن شاء الله. بالله أكثر من 25 ألية، الزيادة نتاعهم أكثر من 30. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الطيران المجرم حفتر يقصف المدنية. الله أكبر، بريطة طاحت.
يشد حي خير يشد حي لا يوصل ها بيع 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 مرحبا بكم من جديد. دكتور محمود، أيضا في شأن الروسي، رئيس مجموعة الاتصال الروسية بشأن ليبيا ليف دينغوف قال بأن بلاده قد تصبح منصة لتسوية النزاع في ليبيا، مؤكدا أن روسيا لديها نفوذ هكذا بالحرف بحيث تمتثل الأطراف المتصارعة للاتفاقيات. كيف تعلق؟ لا أخي، تصريحات ليف دينغوف ليس لها أي قيمة، وهو لا يعبر عن أي قوة سياسية أو مجتمعية هنا. نحن خبراء في الوضع الروسي ونعرف من يتكلم ونعرف من عين ليف دينغوف ونعلم من يدعم ليف دينغوف ونعلم عندما يتكلم ليف دينغوف عن من يعبر. وبالتالي دكتور فوزي، تصريحات ليف دينغوف أقل من أن نصرف عليها وقت في هذه الأمسية. لأن إذا أردتم في حلقة أخرى نفصل في من هو ليف دينغوف، وإذا تكلم عن من يعبر، لدينا مجموعات أخرى أقوى من ليف دينغوف بكثير، مجموعات تتحرك في الملف الليبي بشكل إيجابي أكثر من ليف دينغوف. نعم، ولكن دكتور محمود، لو تعطينا أشياء حصرية يعني على الأقل من هؤلاء المجموعات التي نعم يعني لو سمحت يعني. نعم، يوجد الكثير من أعضاء مجلس الدوما. هو ليف دينغوف مدعوم من أحد أعضاء مجلس الدوما، أصدقائنا المحترمين، وقريب من أيضا المحترم رمضان كاديروف رئيس الشيشان. نعم. وبالتالي هناك أيضا مجموعات. ولذا أخي، أنا هنا الذي عندما دائما أتكلم بالوضع الروسي، من لا يعرف الخارطة السياسية المجتمعية الروسية والمناطق النفوذ ومجموعات الضغط في روسيا، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقدر الوضع في روسيا تماما. وبالتالي هناك مجموعات في شكل مراكز أبحاث، صحفيين إعلاميين يتحركون بشكل إيجابي. بالمناسبة دكتور فوزي، المجلس الرئاسي عنده علم، بعض الوزراء عندهم علم، لديهم اتصالات مباشرة مع أصدقائنا هؤلاء. ولكن أنا دائما أعيد الدبلوماسية البطيئة. دولة في وضع ليبيا، فيها حرب، فيها انقلاب، فيها مشاكل، الدبلوماسية البطيئة لا تنفع. نحن الدبلوماسية الساخنة، الحركة السريعة، الإمكانية التواصل المباشر مع القيادات العليا إلى القيادات الوسطى إلى أطراف الربط مهمة جدا. هذا كله غايب. حتى وزراء علشان يوصلوا رسالة للسيد السراج ممكن يقعد أسبوع، بينما الطرف الآخر بتليفون من مطار موسكو يتصل بحفتر ويأخذ قرار. نعم. هذه قالوها لنا الروس يعني. نعم. وبالتالي يعني نرجع إلى التصريحات ليف دينغوف، وأقول أن يعني ليس له هنا يعني ذلك النفوذ الذي يمثل تصريحاته يعني. نعم. طيب أستاذ علي، يعني على ذكر إيطاليا، لا تلاحظ بأن هناك تغيرا في السياسة أو في التعامل الإيطالي مع القضية الليبية بعد 4/4؟ يعني في البداية كانت داعمة بشكل كبير لحكومة الوفاق، ثم تراجع هذا الدعم وصارت متماهية، أو نستطيع أن نقول متماهية جدا، مع الموقف الفرنسي تجاه حكومة الوفاق وربما حتى تجاه حفتر. لا يمكن القول أنه الإيطاليين قد انحازوا تماما لحفتر. هذا موقف مجانب للصواب. نعم، لكن عذرا، لكن يعني في بداية الاعتداء كان الحقيقة موقفهم أقوى من موقفهم الآن، لأن صاروا يعني شبه غائبين، بينما فرنسا تتحرك على شكل أقوى من ذي قبل. شوف سيدي، نعم، أولا حتى الفرنسيين في حد ذاتهم لا يمكن ما الجزم وأن موقفهم هو نفسه قبل معناها شهر يوليو الماضي، وخاصة مع تفتيت الدريان،
وخاصه بعد افتكار غريان لا يمكن القول ان الفرنسيين قد بقوا على نفس الموقف. والدليل على ذلك ان الفرنسيين ان الإليزي قد منها وضع الاطار المهتم بالملف الليبي كله خارج اداره الإليزي. وبالتالي ايضا الايطاليين صحيح ان موقفهم قد تراوح بين المد والجزر بناء على الواقع السياسي الداخلي وطبيعه الحكومه واعاده الانتخابات من عددنا وتشكيل الحكومة والعلاقة ما بين الأحزاب الثلاث المكونة لها، ولكن كلا الموقفين الفرنسي والإيطالي لم يعد موقف قوي وحاضر باعتبار انتقال الملف عمليا إلى الألمان وبطريقة غير مباشرة أيضا إلى الإنجليز. نعم. وأعتقد أن الإيطاليين والفرنسيين تراجع دورهم، والسياسة الأمريكية الاستراتيجية التي تم اعتمادها من الأمريكان خلال السنوات الماضية وهي توريط الجميع في الملف الليبي وجرهم إلى أنهم يعلنوا فشلهم في إدارة هذا الملف حتى يستطيعوا امتلاك الملف من جديد. وفعلا الآن الإدارة الأمريكية عمليا من وراء الخلف من الخلف تمتلك إدارة الملف عبر ما يسمى بسياسة التوازن، حتى جر الأتراك إلى مربع الملف الليبي من جديد هو لإحداث التوازن مع الحضور المصري السعودي الإماراتي القوي في الملف. وبالتالي الآن عدنا إلى منطقة التوازن بين المحورين بعد أن كان القطريون والأتراك قد انكفأوا إلى ملفاتهم الداخلية، خاصة بعد محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016، وقطر وجدت نفسها في حصار خليجي خاصة بعد جوان يونيو 2017. نعم، يعني تريد تقول بأن الآن ما يحدث الآن في ليبيا هو بتنسيق أمريكي أو بمعرفة أمريكية كاملة. ليبيا هي الآن بيد الإدارة الأمريكية وليس الإدارة الأمريكية التي تمثلها ترامب بقدر ما هي الإدارة الأمريكية بمعنى الدولة العميقة الأمريكية أجهزة المخابرات والبنتاغون وبيروقراطية الخارجية الأمريكية، رجال منها البيروقراطية في الخارجية الأمريكية هم الذين يمتلكون الملف ويديرونه عبر سياسة حله بسرعة، باعتبار وأنه الإدارة الأمريكية تريد أن تخفف من الملفات سنة 2020 وأيضا لنقل كل اهتماماتها لما يسمى الحرب القادمة والمرتقبة مع إيران. وبالتالي أنا أعتقد أن الأمريكيين يمتلكون الملف، والقول أن الإدارة الأمريكية غير متفقة ولم تعطي الأولوية هو قول لا قيمة له، باعتبار أن الأمريكيين يمتلكون كل الأوراق في هذا الملف الآن ويديرونه عبر دوره. من هم الألمان والإيطاليون؟ هم وظيفيون عند الإدارة الأمريكية. نعم. لكنه أصلا هو حتى تشكيلة أو ما يسمى بالفريق فريق الدول اللي سيحضر قمة برلين بعد 20 يوم على مستوى الرؤساء هم 5+5، بما يعني الدول المتورطة فرنسا وإيطاليا وتركيا ومصر والإمارات ومن الدول العضوية دائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي دول فرنسا تشترك في صفتين باعتبارها أنها تورطت سابقا في الملف وهي أيضا عضو في مجلس الأمن. وهذه الدول حاولت أن تمنع حضور السعوديين باعتبار يقال أن الإماراتيين يمثلونهم وحضور القطريين باعتبار الأتراك يمثلونهم وأيضا دول الجوار المغرب وتونس والجزائر، ولكن نعم. الأتراك أصروا، وهذه زيارة أردوغان يقوم على هذا المنطق هو تفعيل مبادرة دول الجوار الحد من الحضور المصري المفرد بالنسبة لدول جوار ليبيا، وأيضا اعتبار أن هذه الدول قد تكون منها تنطر الحل إذا ما ذهب في الملف الليبي إلى نفس منطقة إدارة الملف السوري السياسي، أقصد ولا أقصد المقارنة في كاملية الملف. نعم. طيب دكتور محمود، يعني على ذكر المحادثات الروسية التركية على ليبيا، هل نتوقع أن روسيا تقنع تركيا بالتخلي عن حكومة الوفاق؟ بالعكس، البعض يعني ربما ذهب به التشاؤم لدرجة أن يعني يقولون بأن روسيا قد تقنع تركيا بأنها لو تخلت عن حكومة الوفاق فإنها ستضمن لتركيا عبر حفتر مصالحها في ليبيا، أم هذا القول غير صحيح؟ لا، هذا القول بعيد جدا أخي. نعم. لأنه أصلا وهذا الكلام على مسؤوليتي. نعم. أن الروس غير مقتنعين بحفتر ولكن لم يجدوا البديل. هذه دكتور فوزي تحتها 10 خطوط وأنا مسؤول عن كلامي، وهذا الكلام سمعه مسؤولون ليبيون عندما زاروا موسكو، ولكن للأسف
عندما لم يجدوا تجاوب من حكومة الوفاق على المستوى، كان الخيار الآخر موجود. أنت عندما تهملني وتذهب في اتجاه الغرب بكلك يعني وتهمل روسيا، بالتالي روسيا لها خياراتها أيضا. نعم. طبعا أنا لست في أدافع ولكن أحلل الآن. نعم. وبالتالي أنا متأكد أنه الصفقة الروسية التركية هي الذهاب إلى وقف إطلاق نار وإلى التخلي الكامل عن حفتر في بضمانات تركية لضمان استجابة صحيحة وعلاقات صحيحة من حكومة الوفاق. نعم. ولذا قلت في بداية مداخلة الدكتور أنا أدعو حكومة الوفاق أن تكون أذكى وأن تكون حركتها أسرع ودبلوماسيتها في الاتجاه الصحيح حتى تعين الطرف التركي في 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 ويختصر الطريق في علاقة في محادثات يوم 8/1 مع الرئيس بوتين. طبعا الآن فترة الأعياد لن تكون يعني ما في زوار لروسيا هذه، لكن بعد يوم 8 طبعا العطلة في روسيا تنتهي يوم 8، وبالتالي أعتقد أنه يجب على حكومة الوفاق على الأقل في هذين الأسبوعين أن تكثف جلساتها وإعدادها، وأنا متأكد أن لدينا الكثير من الأصدقاء الذين ينتظرون هذا الحراك. نعم. على كل الصعد السياسية العسكرية. نعم. نعم دكتور محمود، لكن عذرا يعني إلى أي مدى يعني يمكن تطبيق هذه الرؤية التركية الروسية في وقف إطلاق النار؟ يعني وهما ليس اللاعبان أو ليس اللاعبين يعني فقط، ليس اللاعبين حصرا في الملف الليبي، هناك إيطاليا، فرنسا، أمريكا، بريطانيا، إلى أي حد يمكن أن ينجح في هذه المبادرة؟ شوف دكتور فوزي، الآن خلينا نقوله أن من يقود العمليات هم عصابات فاغنر. نعم. ومن لهم دور رئيسي عصابات فاغنر، وانسحاب عصابات فاغنر سيقسم ظهر الهبود اللي حول طرابلس واللي جايين يقاتلوا فينا. نعم. وبالتالي رقع يعني المستوى الأعلى الرئيس بوتين إذا اتخذ قرار بسحب هذه العصابات وأعطى أمره بالتواصل معهم وسحبهم، بالتالي ستنتهي بشكل كبير جدا، لأنه اليوم فرنسا بعد صفقة توتال ماراثون أويل أعتقد أن موقفها أصبح يتغير. إيطاليا مع أن موقفها مشبوه وضعيف، لكن التدخل التركي أربكهم جميعا. الآن ليس هناك أحد في مصلحته أن يدعم السراج. التدخل التركي خلط الأوراق بشكل كبير جدا، وبالتالي هم الجميع يتحرك للحد من التدخل التركي بدعم حكومة الوفاق. مش عارف هل واضح الصورة. نعم ولا نعم 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 يعني نعم. بالتالي يعني لأن الآن أيضا كثير حتى من القوى التي بعد إيقاف الخلية الإجرامية الروسية التي قبض عليها في ليبيا في الأشهر الماضية، كثير من القوى أيضا يعني مالت أو حاولت تقنع الدبلوماسية الروسية بالانحياز قليلا إلى في اتجاه حفتر، ولكن أنا أؤكد أن العقلاء في روسيا أكثر من الحمقى، وأن العقلية الذهنية الروسية الاتيتيود الروسي أو طريقة التفكير الروسية لا ليست لديها خلفية استعمارية، وبالتالي بإمكاننا أن نبني علاقات مميزة معها. نعم. طيب. إذن المصالح التركية الروسية أخي نحن لا نريد أن نأخذ كل الوقت، ولكن روسيا تطمح في وجود صحي في البحر المتوسط، ليس لديها إلا تركيا الآن. تركيا هي المنفذ الروسي للمياه الدافئة في المتوسط، لا وشريك يمكن البناء معه وقوي والثقة. الموقف التركي في صفقة الاس 400 اللي هي أكبر صفقة خارج في دولة تتبع الناتو مع روسيا، أثبتت أن روسيا شريك، تركيا شريك يمكن الوثوق به. نعم. طيب سعود نعم. نعم نعم سعود إليك يا دكتور محمود حتى نتيح الفرصة للأستاذ علي. الأستاذ علي بالعودة إلى الاتفاقية الليبية التركية،
يعني البعض أو قبل ذلك، يعني كيف رأيت تعاطي حكومة الوفاق مع ملف التعاون التركي؟ يعني البعض يقولون بأنه من غير المنطقي أن تسعى الحكومة أو حكومة الوفاق التي تعيش حصارا خانقا، من غير المنطق أنها تسعى لتوفير أطر قانونية ودستورية لإنقاذ نفسها. حكومة الوفاق يا صديقي العزيز، مساء 4/4/2019 كان السراج يجري اتصالات هاتفية لم ترد عليه أي عاصمة، لا إقليمية ولا دولية. ولولا قيادات العدالة والبناء الذين ربطوه ببعض العواصم وأصروا على أن يجري تواصلات معها لوجد الرجل نفسه معناها لا يجيب عنها أحد. وبالتالي حكومة الوفاق التي يمثلها السيد سراج معناها في الأخير اضطرت إلى البحث عن حلول، لأن المجتمع الدولي يبحث عن مصالحه ولا يبحث لا عن مصلحة حكومة الوفاق ولا على مصالح الليبيين. وأنا ذكرت في حادثة 51 وبمشهد الاستقلال وكيف كان الأمير التونسي براغماتيا فوظف معناها التضاربات والتقاطعات بين الدول وما بين عندما كان المجتمع الأممي، ويوم ذاك كانت الدول الأنجلو سكسونية لها إشكال مع فرنسا، فتحصلت ليبيا على استقلالها بتلك البراغماتية وبذلك الإصرار والتحرك على تلك التناقضات. حكومة الوفاق وجدت نفسها أمام مطبات فتحركت للبحث، فتحركت منها عبر زيارات لبعض العواصم على غرار زيارة ديالة وبشاغة إلى واشنطن، وأيضا زيارة السراج إلى قطر وإلى تونس وإلى منها أنقرة. وبالتالي حصل اتفاق بناء على ذلك، ولم طبعا كان بعض الدول على غرار بريطانيا وأمريكا على علم بهذه التحركات، والدليل وذلك أنه أعطي للسيد سراج كما قلت لك سابقا لم يمضي يوم الأربعاء إلا بعد أن قابل الأمريكيين مساء الثلاثاء في المنامة. حكومة الوفاق وجدت نفسها محاصرة بناء على بطولات على الأرض، وفي نفس الوقت هناك حصار دبلوماسي، فحركت السواكن وعبرت بعض الممرات لتستطيع الوصول إلى هذه الاتفاقية التي غيرت المعادلة. غيرت المعادلة في الجهاد. روسيا الآن ستسحب قواتها، ستسحب المرتزقة من المعارك خلال الساعات والأيام القادمة. رغم خطورة القطاع في محور صلاح الدين والقصر الذي قد يستهدفها يزيد منها استهداف طيران هذه الليلة. ولكن أيضا ما هو ثابت أن هذا الاتفاق الممضى هم اتفاقيتين يوم 27 نوفمبر الماضي، تم إمضاء اتفاقيتين وليس اتفاقية واحدة، حركت وجعلت المجتمع الدولي يسارع في البحث عن الحلول والبحث عن عملية سياسية، ووقعت عقد جولتين لمؤتمر منها برلين، والقمة الآن بعد 20 يوما. وبالتالي هذا إمضاء هذه الاتفاقية في الأخير غير المعادلات لا على الأرض فقط. بعد المقابل الذي بثه حفتر والذي يظهر أنه ركب بناء على من على وضعية معينة، في عوض الانتصار على الأرض كثير حفتر جملة عدد المحاور رغم رجوعه بالأمس إلى مربعات ربح بعض المساحات في اتجاه منها قلب العاصمة. أشكرك شكرا جزيلا السيد علي اللافي المحلل السياسي التونسي المهتم بالشأن الليبي والأفريقي. دكتور محمود أختم معك بهذا السؤال، يعني على موضوع الاتفاقية لو سمحت في دقيقتين، يعني ما الذي يعوق تطبيق الاتفاقية التي مضى عليها شهر؟ ما الذي يعوق تطبيقها فعليا على الأرض؟ أم ترى بأنها يعني ليست معوقة إن صح التعبير؟ بدقيقتين لو سمحت. عن أي اتفاقية أخي؟ الموقعة اتفاقية التركية تقصد؟ نعم، اتفاقية التركية مع حكومة الوفاق. لا، هي دعنا نقول أنه لا يوجد هناك عوائق، ولكن هناك حسابات إقليمية ودولية لتركيا. وتتحرك بحذر كما تفضل ضيفك. تركيا تعي خطورة الوضع وتعي حساسية الوضع في المتوسط وفي شمال أفريقيا. وأيضا كحركة لتركيا في خلال محيطها الشرق أوسطي والإسلامي، وبالتالي هم يحسبون كل خطوة ويحسبون كل تصريح، وهم ماضون، ولكن ليس كل شيء يعطى للإعلام. وأنا أتوقع أنه
انه في هناك تسارع في 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 التدخل التركي او الدعم التركي للمجتمع الليبي وللدولة المدنية في ليبيا. ولكن المطلوب هو الدبلوماسية الذاتية. ليبيا لا، تركيا لا يمكن أن تساعد واحد نايم يا دكتور. نعم نعم. تركيا لا يمكن أن تساعد واحد أعرج، علشان أنت ممكن تساعدك 20%، ولكن إذا أنت تريد مساعدة أكثر يجب أن تكون الحركة ذاتية، يجب أن يكون التفكير ذاتي، يجب أن تكون لديك غرف عمليات سياسية وغرف عملية، يعني السلو موشن، هذه الحركة البطيئة لا تنفع في 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 الوقت الحالي. الكل مستغرب حقيقة. نعم. على الأقل عندما نحكي مع دول تورطت أو بعض عناصرها تورطوا في ليبيا مثل روسيا، يعني الكل يستطيع، ليس لديه مصلحة في وجود عناصر له هناك. وبالتالي أنا أدعو أيضا إلى أن تكون الحركة متسارعة، القرارات جريئة، الالتفات إلى الخلف يا دكتور فوزي. مشكلة نعم. الرئاسي أنه يلتفت للخلف كثيرا. نعم. وبالتالي أنا أدعو أن يمضي الأمام، تكون قرارات شجاعة، قرارات حاسمة في 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 كل، سواء مع تركيا، سواء مع دول الجوار، سواء مع كل من له طرف أو من هو طرف. أشكرك. في المشهد الليبي. أشكرك دكتور محمود عبد العزيز. وقبل كل شيء التوافق الداخلي يا دكتور. أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمود عبد العزيز، عضو المؤتمر الوطني، كنت ضيفا عبر الهاتف، وشكر كذلك سيد علي لافي كان أيضا ضيفا عبر الهاتف، وشكر لفريق البرنامج ولكم أيها الأفاضل على حسن المتابعة، وحتى نلتقي أستودعكم الله والسلام عليكم.